السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قافله من دار لدار. اليوم احنا بالضبط في السباته. تحيه لرشيد رفيق والسباته الزين والتباته ويحامي ثلاثه. رشيد رفيق تحيه لك بالسباته، راك عزيز اخويا. احنا بالضبط جميله خمسه يمكن الا ما خدنيش الذاكره. دابا احنا واقفين حدا واحد الدار ان شاء الله اللي غتروح لها العمره. يلا مهدي نشوفوها، ما كاينش الوقت، ما كديز من هنا. دوختك المهدي سيدي سيدي. السلام عليكم، كلشي بخير لاباس؟ تفضل التلفازه التلفازه. السلام عليكم شريفه، لاباس؟ كلشي بخير؟ اجوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو ديالك أسيدي؟ ياسين إدريسي السملالي. شنو في حياتك ياسين إدريسي السملالي؟ كوميرسيال. إدريسي السملالي فاش أوكما؟ كوميرسيال فاليكس في سيتي باتيمون وديك المسائل ديالك. السلام عليكم عمر. مين؟ تكملت المغرب وتك. مرحبا. دجاج غسلت رجلها ونسات؟ نسات من القارع. شنو كلمة بغيتي تقول مغاربة؟ زعلا. صافي هزك. سيدي مبروك، هو شركهم ولا خلات البلاد إن شاء الله آمنة مطمئنة، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم مرحبا بكم من جديد. تقطع لنا السينيال ولكن والله لا تفكيت، والله لا مشيت، انا واقف جبت وحده الباب اجي عندي. السلام عليكم. كاين سينيال معلم بارك الله عليك. اجي الحاجه فين الوالده؟ كي داير الحاجه؟ لاباس ولدي. تسمك الله رشيده. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. حلاباس الحمد لله كلشي مزيان، الله يرضى عليك. انتم عائله؟ ولد عائله. ودابا حيت كنتي الوالده هذه تلفتيني دوختيني. لا انا صايم. انا نعطيك سؤال سهل باش تروحوا معنا ان شاء الله ونشوف حالاتنا. قول لي شنو هو الضيف اللي كان في الحلقه دابا ديال الساعه قبل الفطور مع اسامه بن جلوب؟ فهد بن شمسي. فهد بن شمسي. نعم عمره وحده. انا اليوم خالد. بارك الله عليكم، الله يدخلها في الصحة. الله يحفظك. هذه عمره مهدة الحاجة. الله يرحمك. الله يرضي عليك. الله يحفظك، تسالي كل خير. شي دعوة. الله يسهل عليكم. امين. الله يرضي عليك، الله يربحك. الله يطول عمرك. شكرا شكرا. مال مسكينة عيانة؟ عندها مدلة الكونسيرت بزولة مسكينة. مسكينة. وجاتها هذه هاد المناسبة. مسكينة والله يجيب الشفاء، إن شاء الله تشوفي تما وتشافي الحاجة. ادعي معانا الله يجيب لك الشفاء، الله يجيب لك الشفاء. شكرا على التتبع ديالكم، غدا إن شاء الله غادي نكونوا في الحي الحسني إن شاء الله في كازا، الله يخليكم لينا. شي تزغري تمشي في معانا. راكم عزاز، السلام عليكم.